أصبح واضحا أن وراء الهجرة السرية والهجرة الشرعية في شبكات تهريب، في علاقات مباشرة ما بين هذه الشبكات وبعض المجموعات الإرهابية ومع الجريمة المنظمة. وإحنا لاحظنا يعني في الأسابيع الأخيرة يعني دفعة قوية غير عادية من دخول بعض الأفارقة جنوب الصحراء إلى الجزائر. نحن واجبنا ودورنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة البلاد وندافع كذلك على أمن بلادنا.